وللحديث حول جهود المملكة العربية السعودية في الجانب الدبلوماسي، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من الرياض الكاتب والمحلل السياسي دكتور علي الخشيبان. مرحبا بك معنا في هذه النشرة. كما نعلم جميعا فإن للمملكة العربية السعودية دور بارز في مجال العمل السياسي والدبلوماسي، لو تحدثنا أكثر بخصوص ذلك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أنه يعني المملكة العربية السعودية، يعني عندما نحاول الحديث عن المملكة العربية السعودية فحنا نحن لابد أن نتذكر أن المملكة العربية السعودية هي البلد الأكبر قيادة سياسية في المملكة في العالم العربي، وهي قائد عربي، لذلك يعني هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني هي بلد الحرمين وقبلة المسلمين. النقطة الثالثة هي أيضا أكبر منتج ومصدر للبترول، والنقطة الرابعة هي جغرافيا تقع يعني كعملية يعني كحزام رابط بين قارات العالم. وأعتقد أنه هذه الميزات أعطت المملكة العربية السعودية ومنحتها يعني الفرصة للعب أدوار كبرى في التوجهات السياسية، ولذلك نجد أن المملكة العربية السعودية موجودة في كل القضايا العربية وتدافع عنها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، موجودة أيضا في دعم يعني الدول العربية ودعم استقرارها ودعم أمنها، موجودة أيضا على المستوى الدولي، فهي أحد دول مجموعة العشرين وأحد أكبر اقتصادات العالم، ولذلك هي تقود هذه في هذا الاتجاه المنطقة بأكملها. أضف إلى ذلك أنها أيضا هي تعتبر القائد لمنظمة أوبك، وهي أكبر منظمة بترولية في العالم. هذه يعني بالإضافة إلى المكانة التاريخية للمملكة، كلها يعني منحت المملكة العربية الأحقية بأن تلعب أدوار كبرى حتى في الأزمات الدولية. ونحن يعني منذ يومين شهدنا وساطة سمو ولي العهد حفظه الله بين روسيا وأوكرانيا وإطلاق الأسرى، وهذا ما يجعل المكانة السياسية للمملكة العربية السعودية متميزة. والمملكة العربية السعودية اليوم نستطيع أن نقول أنها هي يعني عاصمة القرار العربي موجود فيها، وهي أيضا قائد للاتجاهات الدولية، وتلعب دور كبير جدا في التوازن الدولي والاستقرار الدولي. نعم دكتور، كما ذكرت فقد استطاعت المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل حنكة وحكمة واقتدار أن تضع لها بصمة واضحة في مجال العمل الدبلوماسي وعلاقاتها مع مختلف الدول. من الرياض الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي الخشيبان، شكرا جزيلا لك.